صباح الخير، إن شاء الله زينين. اليوم عندنا آخر سيشن بالسيريز مع الكورس تريننج كورس مع الاي سي جي. أرجع أذكر بالديزاين مع الكورس، هذا هو الجزء النظري من الموضوع. الجزء العملي إن شاء الله بس يرفع حالة التجول راح نعلن عنه. اليوم نكون نكمل 10 ساعات تعليمية اللي هي غطينا بها a variety of basic facts, introduction, ECG reporting and interpretation, and certain ECG abnormality شملت chamber hypertrophy والheart block وشملت ischemic heart disease and variable type of dysrhythmia. اليوم السيشن مالتنا جزئين. الجزء الأول راح يتكلم عن بعض الفاريانت اللي can be accepted as or pass it as normal in certain ECG. يعني في بعض الأحيان قدامك التخطيط بعض التغييرات هي تكون abnormal. What's the significance of these changes? لذلك التوبيك راح يكون هي normal variants أو variant changes اللي ممكن نشوفها بالـ ECG. الجزء الثاني بالحقيقة راح يكون على الـ ECG in certain clinical condition أو systemic diseases. من مريض عنده pulmonary embolism شلون نشوف الـ ECG، من عنده chronic obstructive airway disease شلون نشوف الـ ECG، من المريض عنده pericarditis شلون يطلع الـ ECG إلى آخره. فهاي الـ variation اللي تكون بالـ normal ECG، أولاً لازم أرجع أأكد على 3 حقائق مهمة تخلوها في بالكم. The first fact is that the ECG should be interpreted in the line of the clinical presentation of the patient. يفرق التخطيط من يجيك مريض asymptomatic for routine check عن مريض إجا symptomatic وعنده risk factors أو عنده certain clinical signs موجودة بالفحص. الـ interpretation مالت الداتا تختلف من هذا المريض عن هذا المريض. النقطة الثانية الـ quality of the ECG أرجع أكد عليها. It should be of good quality وماكو interference ونورمال basic points الـ calibration والـ speed حتى تقدر تستنتج من هذا التخطيط. 3، لازم تعرف بعض الأمور قد تكون موجودة اللي هي هاي سميناها الـ variant أو مختلفة عن اللي احنا تعلمناها لكن ما بيها important significance to the patient. هنا من نقول variance معناته المريض جاي هو asymptomatic and the physical examination is normal، بس سوينا التخطيط لقينا قسم من هاي التغييرات الموجودة. أول وحدة sinus arrhythmia، طبعا قسم من السلايدات هي راح يكون جزء من إعادة من اللي خدناها البارحة، لكن هذه جزء نعتبرها من النورمال variant. وحدة منها sinus arrhythmia. مثل ما أخذنا البارحة The heart rate varies during different phases of respiration. It increases during inspiration and it decreases the heart rate, يعني يصير RR interval أبعد during expiration. لكن الـ P wave شكلها متشابه، الـ PR interval constant, P wave for each QRS complex، لكن في wheel cycle, wheel respiration اكو variation بالـ heart rate. وهذه سميناها sinus arrhythmia، وقلنا السبب مالتها هو البالانس الفيجل تون يختلف during inspiration عن الاكسبيريشن، فالهارت ريت ممكن يزيد وممكن تقل. And قلنا عليها normal phenomena تصير in children and young adult usually lost with time because of autonomic neuropathy. هذا اللي قلناه البارحه. حتى انا اتاكد من انه الاي سي جي مالتي ريجولر اور ايريجولر، اخذ بيس اوف بيبر واحدد المارك الار ار ويف ومشيها على الاي سي جي، مسموح لي فاريشن باقل من 3 مربعات صغار. اذا كان الفاريشن اقل من 3 مربعات صغار يعني الهارت ريت از ريذم از ريجولر. اذا كان الفاريشن اكثر من 3 مربعات صغار معناته ذا هارت ريذم از ايريجولر. فالساينس أريثمية تدخل ضمن الإريغولار، يعني اكو variation ما بين الـ RR interval ما بين the shortest RR interval and the longest RR interval أكثر من 3 مربعات صغار، فهو the rhythm is irregular. بس من أجي على الإريغولاريتي أشوف
اكو بي ويف ونورمال شكلها والويدث والهايت ونورمال بي ار انترفال لكيو ار اس كومبلكس نورمال اي ان بي ويف فور ايتش كيو ار اس كومبلكس بس مجرد الريت دي يصير بيها سايكليكال لان بحص عندي سؤال من احد الاخوان سايكليكال يعني بالسايكل يعني مو بس بيت وحده هي ابنورمال وانما 2 اور 3 اور 4 بيتس ديبيندينج اون ذا ديوريشن اوف اكسبيريشن او ذا ديوريشن اوف انسبيريشن. وهذا المثال ايضا اخذناه البارحه. من نجي اشوف هذا الريذم بهذا الستريب اي سي جي جنرالي سبيكينج بس اباوع من برا كوكلي جنرال لوك اشوفه هذا ريجولر از نوت ريجولر. لكن من اجي احلل البيتس اللي موجوده بي دا اشوف اكو بي ويف وسمول كيو وار سمول اس اند ذن تي ويف ونفس الشيء نفس الشيء كلها اكو عندنا بي ويف فور ايتش كيو ار اس كومبلكس الكيو ار اس كومبلكس نورمال البي ار انترفال اذا اقيسها مربع مربعين ثلاث مربعات تقريبا وده تكون المسافات متساويه العفو يعني البي ار انترفال متساويه. الشيء الوحيد اللي ما متساوي هو الريذم وده تشوفون هنا تقريبا مربعين ونص يعني اذا اخذها بالريت 110 115 نفس الشيء بينما هنا 1 2 3 4 تصير 75 1 2 3 4 وشويه فهاي البيت وهاي البيت وهاي البيت وراها رجع الريت صار تقريبا 110 او 120 اللي هو يساوي اللي بدينا به. اذا هاي الفاريشن بالريت احسميها sinus arrhythmia normal phenomena in young and adult and in children. Now الفاريشن الثاني اللي ممكن اشوفها هي الاكسترا سيستول او اللي احنا اطلقنا عليها الضربه الهاجره بالعراق يسموها مهاجره. وهذه الاكسترا سيستول قد تكون اتريال اكسترا سيستول وقد تكون ventricular extrasystole وخذنا الفروقات بيناتها البارحه. لكن generally speaking الاتريال extrasystole تكون هي اتريال بيت طبيعيه البي ويف وشو البي ار انترفال نورمال كيو ار اس كومبلكس نورمال لكن جايه قبل وقتها. هنا مو مثل الساينس ارذميه، الساينس ارذميه تجي بيت وراها بيت وراها بيت ايش قد الى ان يطول ايش قد يطول الانسبريشن او ايش يطول الاكسبريشن يصير بالتغيير بالريت، هنا هي بيت جايه قبل وقتها. هذه البيت اذا لاحظها اللي جايه قبل وقتها اول شيء هي نارو اثنين مسبوقه ببي ويف. البي ويف قريبه على شكل البي ويف اللي قبلها، شوفوا هاي البي ويف مثل هاي مثل هاي عفوا مثل هاي مثل هاي مثل هاي هاي كلها بي ويف لكن هذه جايه قبل وقتها. فاذا البي ويف شكلها قريب على النورمال بي ويف معناته انه الفوكس اللي طالعه من هاي البيت هو قريب على الاس اي نود لذلك شكل الويف قريب ما تشبهها تماما وتعتمد هذه الشكل البي ويف على بعد او قرب هذا الاكتوبيك من الاس اي نود. كلما كان قريب اكثر على الاس اي نود كلما كان شكل البي ويف يشبه النورمال بي ويف اللي طالعه من الاس اي نود. نفس الشيء بهذا الدايجرام تشوفون هذه البي ويف شكلها يفرق عن هاي البي ويف وهاي البيت هي اتريال اكتوبيك جايه قبل وقتها. في بعض الاحيان والبحث اعطيتكم اكزامبل كلش تجي قريبه بحيث هل بي توقع فوق هاي التي ويكون شكل هاي التي يفرق عن التي هاي قبلها والتي قبلها فاقول هذه بي اون تي. P on T شكلها يختلف وهم أرجع تبقى هي ectopic premature arterial contraction جتي very early بحيث صارت ال P على T لكن تبقى الكرايتيريا مالت ال premature arterial contraction اللي هي اكو P wave ال QRS complex is narrow and there is P wave for each QRS complex. فالarterial extrasystole ممكن نشوفها بهواية مرضى المريض قد يحس بها او ما يحس بها وقد القاها بس بالتخطيط. It can be as passed as normal اذا كان الهيستوري نورمال، examination نورمال، سويت ايكوكارديوغرافي نورمال بس لقيت one or two or a few arterial ectopics. We can pass it as accepted without a treatment الا اذا المريض is symptomatic. يقول له دكتور اني خفقان ديسين عندي ما اتحمل اي شيء اسوي احس هاي الضربه تجيني وبعض الاحيان المريض يكون anxious
لأنه ده يحس بهاي الضربة الزايدة. قلنا دائما المريض من يشكي يقول دكتور أنا على غفلة فتشي ضربة بصدري ووراها كأنما قلبي سكت، كأنما قلبي ما قام يدق. هذا ايش يوصف؟ أول شيء الضربة تكون قوية لأن جاية قبل وقتها. من يقول قلبي سكت فتينا بالبوز اللي تجي وراء الإكتوبيك، وقلنا هذه البوز لو تكون كومبنساتوري بوز مثل اللي أشوفها بالبريماتشور فينتريكولر كونتراكشن، يعني إذا أخذنا البيت قبل الإكتوبيك وأخذنا البيت بعد الإكتوبيك، المسافة بيناتهم تساوي ضعف المسافة الحقيقية بين الآر والآر، بينما بالبريماتشور اتريال كونتراكشن تكون اقل من ضعف من دبل ار ار انترفال. نون كومبنساتوري بوز بالبي اي سي بينما تكون كومبنساتوري بوز بالبي في سي، هذا فرق بالكومبنسيشن بين الاثنين. في بعض الاحيان يجي عندي جنكشنال ريذم، هم اخذناه البارحه، قلنا فرق الجنكشنال ريذم هو مدى يجي من الساينس، ماذا يجي من الاتريال فوق، ده يجي من الاي في جانكشن، من منطقه الاي في نود. هذا الريذم من خواصه انه يكون ما عنده بي ويف لان جاي من منطقه الاس اي نود، و ات از ان اورو كيو ار اس كومبلكس اند ذير از تي ويف افتر ذا كيو ار اس كومبلكس. اذا انتبهنا على هذا الاي سي جي راح نشوف اكو بي ويف ار و اس و تي، بي ار اس و تي، وبعدين نورمال نورمال نورمال، بعدين ماكو هنا اجتي هاي الاكتوبيك لانه ما اجتي الساينس بيت ان اتس بليس، طلع عندي اسكيب ريذم. الاسكيب ريذم مين اجى هنا؟ الاسكيب ريذم اجى من الاي في جنكشن، فسميناها اي في اسكيب ريذم، اتريو فينتريكولار اسكيب ريذم. نفس الشيء هذه البيت اللي ده تجي اللي هي جنكشنال اسكيب بيت ورا الساينس بيت. اوكي، نفس الشيء اذا شفنا few ventricular premature ventricular contraction، مريض طبيعي كل شيء ما بيه، فحصه طبيعي، قد يشكي من palpitation او ما يشكي، نلقيها بالروتين examination. الكلينيكال examination normal ما عدا sub irregularity بالبلس بين فتره وفتره. الايكوكارديوغرافي مالته normal، اجي اسوي التخطيط الاقي هذه الاكتوبيك ويف. هذه الاكتوبيك البيزك ريذم هنا شنو؟ ساينس، لان اكو بي ويف ناروكي ار اس كومبلكس، تي ويف، بي ويف فور اتش كيو ار اس كومبلكس، اند ات از ذا بيزك ريذم از ساينس 1. بينما هاي البيت هي اب نورمال، اولا نوت بريسيدد باي بي ويف لان هذه تي ويف، هاي تي. اثنين ات از ا وايد كيو ار اس كومبلكس ديوريشن. ثلاثه التي ويف ان اوبوزيت دايركشن لل R wave، دائما يكون شلون اذا عندي R wave راح تكون inverted T، اذا عندي S wave راح تكون upright T، دائما الدايركشن مالتي T wave in opposite to that of the QRS complex. فاقول هذه هي premature ventricular contraction. همينا اذا المريض ماذا يشكي من عندها and they are very few، والكلينيكال examination normal، echocardiography normal، I can pass it without a treatment. اذا المريض يشكي منها we may give asymptomatic treatment because of symptoms, not because it is signifies a disease. Now, نجي على ال P wave. ال P wave دائما احنا قلنا ال P wave تكون almost always positive in lead 1 and almost always negative in AVR. هاي ثابتة عندنا. وإذا قلنا شفنا P wave inverted in lead 1، انتبهوا دورات أشوف تعليقاتكم على الكيس هيستوريز، ما تفرقون بين الليد 1 والفي 1 كأنما تستعملوها انترتشينجبل، انتبهوا من تكتبون، يعني ليد 1 ليد 1 ليمب ليد، أما في 1 تشست ليدز. فليد 1 دائما البي ويف أبرايت، الأي في آر دائما البي ويف انفيرتد. إذا لقيت بي ويف انفيرتد إن ليد 1، هذا قلنا واحد أوف تو، لو رونج بليسمنت أوف ذا ليد، مس بليسمنت، أو قلنا عليه دكستروكارديا، اروح اشوف على البروجريشن مالت الار ويف بالتشيست ليدز من في 1 الى في 6. في بعض الاحيان اشوف انفيرتد بي ويف ان اي في ال، انفيرتد بي ويف ان اي في ال، هذه ايضا قد تعتبر اكسبتد. اذا نجي هذا النورمال اي سي جي، عندي لكم اياه كاكزامبل، اذا نشوف البي ويف ات از ابرايت ان ليد 1
it is inverted in AVR. In AVL قد تكون ال P wave inverted خصوصا إذا كان بها deep S بال QRS complex and can be accepted, can be passed as normal. هذه اللي point اللي ريت أقولها. Always upright in lead one, always negative in AVR. It may be negative in AVL, ما بها clinical significance. هنا أنا بهذا ال ECG شوفوا هذه شنو ال wave. منو يقدر يجاوبني؟ جاوبوني على الشات شنو هاي ال wave اللي هنا أنا موجودة؟ لو هي طلعت لكم بعد. هاي الويف اللي دا تشوفوها اللي موجودة هسه من اجي هنا أنا هذا اكو عندي P wave هذا R wave small s ST segment and then T wave زين هذه P wave وهذه P wave لعل هاي شنو؟ هذه U wave لذلك احنا ممكن ندور على كل الـ ECG حتى نلقي الـ U wave إذا تنتبهون ما موجودة كلش واضحة يجوز هنا أنا موجودة هذه هنا موجودة شوية واضحة يجوز أيضا هنا موجودة واضحة أما بقية الليدات من بين اليو ويف لذلك يكفي أني ألقي الأبنورماليتي insert leads حتى أشخص الموضوع مو إلا كل الليدز موجودة بها الأبنورماليتي حتى أشخص الديفينيت أبنورماليتي اللي يلقيها شوفوا هنا بهذا الـ ECG الـ P wave is upright in lead 1 and it is inverted in AVR من أجي على الـ AVL أشوفها inverted P wave خصوصا من أكو S أكو deep S in AVL هذه can be accepted as normal I can pass it as normal it has no clinical significance okay نيجي الآن على الـ axis احنا usually قلنا الـ normal heart axis هي ما بين minus 30 اللي هي فوق الليد 1 إلى البلس 90 اللي هو الـ AVF هاي المسافة كلها كان بنورمال في بعض الأحيان أكو عندي المديستاينوم شوية بي شيفت to the right فإذا صار المديستاينوم شوية بي شيفت to the right الأكسس مالت الهارت همنا راح يتغير لذلك يوجولي إذا نرجع على التخطيط اللي قبله يوجولي أكو عندي dominant R in lead 1 ما عندي S أو الـ S تكون صغيرة بس because of the mediastinal shift sometimes mediastinal shift اللي ممكن يصير sometimes يصير عندي S in lead 1 as well ليش؟ لأنه mediastinum شوية بي shift to the right side أيضا can be accepted as normal and I can pass it as accepted without clinical significance تذكرون من حكينا على left ventricular hypertrophy وقلنا عندنا اكو عندنا الفولتج كرايتيريا اللي ناخذ sum of S wave V1 او V2 زائد ال R wave in V5 in V6 اكثر من 35 او كان ال D ال S in lead 1 in V1 or V2 او ال R in V5 or V6 بحدها اكثر من 25 ملم ممكن هنا نعتبرها a criteria for left ventricular hypertrophy. لكن في بعض الأشخاص خصوصا الميل والثن والتول إذا ثن وتول وميل نشوف قد تكون R wave أكثر من 25 ملم ولكن لا تعني أنه المريض عنده left ventricular hypertrophy. مثل هذا الـ ECG. هذا from a patient اللي هو fit, healthy, asymptomatic, normal examination, normal echocardiography من اجي على التخطيط اشوف deep S بال V2 اكثر من 25 ملم. هنا it could be abnormal. I can pass it as insignificant in this patient. نجي الى نقطة او point اخرى اللي هي نسميها partial right bundle branch block. تذكرون البندل برانش بلوك خصوصا الرايت بندل برانش بلوك الكرايتيريا مالتي دايجنوستس مالته نشوف سلرد اس ان ليد 1 ان ليد 1 سلرد اس ومن اجي على في 1 وفي 2 اشوف ار اس ار برايم والكيو ار اس كومبلكس ديوريشن اشوفه اكثر من 0.12 سكند يعني اكثر من ثلاث مربعات صغار واشوف بيرزيستنت اس ان في 6
اذا سمعت ذني الثلاث كرايتيريا او اربعه كرايتيريا QRS complex duration, slurred S in lead 1, persistent S in V6, and RS R prime in V1, أقولها أو V2 أقول هذا right bundle branch block. في بعض الأحيان اللي QRS complex duration أقل من ثلاث مربعات صغار. It is not more than 0.12. فما أقدر أقول عليه هذا complete right bundle branch block. يسموه هنا هيجي حالة incomplete right bundle branch block. إذا تشوفون هذا الـ ECG أكو بي S in lead 1 لكن مو slurred كأنما S عادية يعني مو هاي البطيئة. من أجي على V1 أشوفها R S R prime لكن كل الـ QRS complex duration هو أقل من 2 small squares إذن 0.08 second إذن it is يعني within normal range. هذا أسميه partial right bundle branch block and it can be accepted as normal. It has no clinical significance. هذا نفس الشيء اللي داراويكم إياه اللي هو R S R prime وبالحقيقة هنا مربع ونص. إذن هو partial right bundle branch block can be accepted as normal. في بعض الأحيان تشوفون ال S wave بها notch. هذه نسميها intrinsicoid deflection. أيضا can be passed as normal. نجي على Q wave. تعرفون Q wave أكو عندي septal Q wave اللي هي normal physiological Q wave because of depolarization of the septum from the right left side initially to the right side. The left sided leads اللي هي lead 1 AVL وال V5 وال V6 راح تطلع بها small physiological Q wave. هذه أيضا to be passed as normal. Now, lead 3 انتبهوا عليها. في بعض الأحيان تجي على lead 3 تشوف الـ Q أكو بـ Q wave. lead 3 ومو septal مو lateral lead. lead 3 هو inferior lead. يعني مو هو lead 1 AVL و V5 و V6 بحيث أقول هذه septal Q wave. lead 3 هو inferior lead. من أجي على هذا lead أشوف أكو Q wave. وبعض الأحيان قد تكون هاي الـ Q wave شوية deep أكثر من المعتاد اللي ممكن إنه يكون. لكن هذه الـ Q wave usually disappear on deep inspiration. إذا أقول للمريض أخذ نفس عميق راح أشوف هاي الـ Q wave راح تقل أو تختفي. So this is also can be accepted as normal and has no clinical significance. على شرط بس بليد 3 ماكو بالـ AVF وياها شيء ثاني ولا بالـ lead 2 بس only in lead 3. إذا شفت Q wave narrow Q wave حتى لو كانت deep lead 3 alone ماكو شيء in AVF nothing in lead 2 and I ask the patient to take deep breath and this Q wave disappear, this is can be accepted as normal and has no clinical significance. Now نجي على الـ ST segment. تعرفون إحنا نروح دائما على الـ ST segment ونشوفها isoelectrical low deviated. Deviated بمعنى elevated or depressed. في بعض الأحيان من نباوع على الـ ECG كأنما إذا نشوف أكو عندي ST segment elevation. بس إذا أجي close up إلها أشوفها high uptake. لذلك نركز وننتبه ونفرق. شوفوا هسه إذا جيت أنا على الـ V4 بهذا المريض حتى إن V5 أشوف كأنما up sloping موجود هنا upward كأنما هو فد ST segment elevation عن الـ baseline. هذه بعد أوضح إذا تنتبهون على هذا الليد هنا أكو عندي P and then R and then S وبعدين منا طالعة الـ P wave الـ T wave. إذا أجي عليه على isoelectrical line كأنما 2 millimeter elevated هاي نسميها high take off. بس هذه المريض is asymptomatic مريض ما عنده chest pain, the clinical examination is normal, cardiac enzymes are normal, echocardiography is normal وعندي high changes بالـ ECG. يلا أقول هذه high take off is not ST elevation. وهذه دائما تصير ايضا بالthin and tall healthy male. دائما الرجل يكون
رفيع وطويل او ثن، اشوف هاي قد تكون هاي الابنورماليتي موجوده in the background, clinical background of asymptomatic normal clinical exam, normal echocardiography, هاي it is considered high takeoff if of no clinical significance. نفس الشيء هنا تشوفوها in V3 and in V4 حتى in V5 هذه نسميها high takeoff. كلاسيكلي شكلها هكذا، تبدي منا S وراها تبدي من فوق، هو كأنما الأس ويف صاعدة لي فوق بالحقيقة فوق البيزلاين، هذه نسميها high takeoff. نرجع على lead 3. في بعض الأحيان بليد 3 تشوف هاي الكيو ويف وتشوف إياها تي انفيرتد الليد 3، فهاي نعتبرها نورمال، لكن الاي في اف ما بيشي، انتبهوا عليه، ليد اللي بصفه ما بيشي، وهذه التي ويف الانفيرتد ان ليد 3 نفس الشيء الكيو ويف ان ليد 3 مايت ديس ابير اون تيكينج ديب بريث اور ديب انسبيريشن، ممكن تختفي هذه السمول كيو ويف اللي موجوده بالليد 3 والتي انفيرشن اللي موجود بالليد 3، but nothing in AVF, nothing in lead 2, only in lead 3. هنا if we ask the patient to take deep breath, then شوفوا هاي هنا نفس lead 3 اللي بيها Q wave واللي بيها T inversion. من اخذ اقول له اخذ deep inspiration، ال T wave صارت upright والQ wave اللي كانت موجودة تقريبا اختفت هنا، لكن هاي changes فقط موجودة in lead 3. وارجع اقول the patient asymptomatic, the clinical examination is normal, the echocardiography is normal. في بعض الاحيان اجي على T wave الاقيها flat, generalized flattening T wave، ما تعني شيء ولا تعني hypokalemia in asymptomatic patient، يعني هذا هسه المريض من اجي عليه اشوف T wave almost flat اساسا inverted in lead 3 بينما هنا flat lead 1 flat تقريبا in lead 2. ف flattening of the T wave in asymptomatic patient means no significant pathology is there. القياس هم ممكن يكون صحيح بس لا peak T wave، يعني مو flattening T wave. ال T wave من اكثر ال waves that are amenable to changes in various patients. Usually changeable، بس لازم اخلي ببالي T wave must be upright in lead 1 and lead 2 and V4 to V6 must be upright. A T wave inverted in AVR. It might be variable in other leads. It might be variable in other leads. هسه تشوفوا هنا هذه T wave. من اجي اطبق الكرايتيريا اشوف هي اكثر من 10 مربعات موجوده صغار ب chest leads in V2 and V3. وهذه ايضا تكون common بال thin tall especially black people. تشوف هذه T wave tinted لكن المريض asymptomatic، ما عنده complaint، examination normal، echocardiography normal. هذا يفرق عن المريض اللي جاك اللي عمره 60 سنة واللي عنده central burning chest pain وsweaty وshort of breath، ويجيك صار له ساعتين عنده هذا الألم شديد وتلقي هذا الـ ECG. لذلك دائما أقول لكم the interpretation of the ECG should be in line with the clinical history of the patient. The U wave, مثل ما قلنا عليها, it could be a normal wave, مثل ما شفناها بالECG قبل شوية. ما عدا إذا شفنا flattening of the T wave and a prominent T wave, أقول هذه hypokalemia. لكن في it could be a normal U wave. Usually مكان ال U wave اللي أروح ألقاها به هي chest leads. من أباوع زين على الwaves ألقي فد wave موجودة بين T wave وبين ال coming P wave هي U wave مثل ما شفناها قبل شوية اللي هي هذه هي ال U wave. دائما نشوفها بال chest leads. QT interval. QT interval أخوان رجاء انتبهوا عليها وقيسوها. The QT interval تمثل ventricular depolarization and repolarization. The QT interval إذا صار بها prolongation of the QT interval المريض إلى القابلية أنه يصير عنده ventricular tachycardia, torsade de pons,
اللي خدناها البارحة اللي كان بيها ال swinging of the cardiac waves along an axis. نوبت تشوفها فوق نوبت تشوفها جوا and the patient might die. هنا أنا النقطة اللي أقولكم إياها إيش قد ال upper normal ال corrected QT interval وراء ما نطبق ال Bassett's formula اللي هي QT interval على الجذر التربيعي لل RR interval قسم يخلوها 450 قسم يخلوها 430 ملي سكند في كل الأحوال فوق ال 450 وفوق هي abnormal أنت دائما تنتبه عليها وعدنا QT interval قلت لكم أكو some drugs might increase the QT interval هذه دي بالكم عليها من نكتب الأدوية مالتنا ويا دوا يسوي QT interval وقد أحتاج أسوي تخطيط للمريض قبل ما أنطي الدواء حتى أعرف أو أتابعه بسيريال ECG حتى أشوف المريض زاد عند QT interval أو ما زادت الآن الأثليتس الرياضيين بصورة عامة تصير عندهم بعض التغيرات وهي نورمال تصير عندهم ساينس براديكارديا وممكن يصير عندهم ماكت ساينس أريثمية وممكن أشوف عندهم جانكشنال ريثم طبعا ليش المرضى عفوا الرياضيين يصير عندهم ساينس براديكارديا تعرفون أنتو الكاردياك أوتبوت يعتمد على عاملين أساسيين الكاردياك أوتبوت يعتمد على الستروك فوليوم ويعتمد على الهارت ريت إحنا اللي ما عندنا لياقة ما عندنا فيزيكال فتنس من نسوي اكسرسايز رأسا النبض يزيد رأسا حتى ينطي good cardiac output matching the needs during exercise الرياضي لأنه عنده لياقة ما يعتمد على النبض يزيد حتى يزيد cardiac output يعتمد على strong contraction على stroke volume لذلك أشوف الرياضي يهرول ما تصير عنده تاكيكارديا مثل يصير عندنا بسرعة يصير عندنا نبض سريع لأنه إحنا ما عندنا في physical fitness الميوكارديال كونتراكشن والكارديك أوتبوت مالتنا ليس قوي سوري ستروك فوليوم مثل الرياضي ذلك معظم الرياضيين يصير عندهم ساينس برادي إضافة إلى ممكن تكون ساينس أريثمية وتكون جانكشنال ريثم أيضا ممكن أشوفه نورمالي إن أثليت هسا ملخص اللي كلامي اللي قلته لحد الآن ممكن يصير عندي variation بالبي ويف بالار والاس ريشيو خصوصا ان ليد 1 كيو ويفز اللي هي بتكون فيزيولوجيكال او تكون ان ليد 3 اللي تتغير بالريسبيريشن كاونتر كلوك وايز او كلوك وايز روتيشن بالاكسس تعتمد على السايت مالت الميدياستاينم اس تي سيجمنت اليفيشن اللي هي بالحقيقه هاي ابتيك ثين تول بلاك ميل Tall symmetrical T-wave أيضا ممكن يصير بالblack thin tall male. ال T-wave inversion اللي ممكن تكون بالleads اللي هي قلنا عليها أو variable can be accepted. Prominent P-wave U-wave can be accepted as normal. الآن إذا شفنا these abnormalities شو نسوي؟ شوفوا الفريز اللي خالها when an apparently healthy subject has an ECG record that appear abnormal. The most important thing is that not causing alarm. رأسا تخطيط مو طبيعي دائما يجوك المرضى مرعوبين دكتور سويت تخطيط وقالوا لي عندك شيء بالقلب وروح شيك ولحق روحك بالحقيقة يا مو هيك. من تشوف abnormal finding in the ECG an apparently healthy person أول شيء شباب تأكدوا إنه التخطيط مال هذا المريض في بعض الأحيان يصير ميستيك خصوصا بالبيزي اوت بيشن كلينيك مال المستشفيات تخطيط مع شخص ثاني انطوها لشخص هيلثي وصارت عندنا المشكلة والهوسة وبالحقيقة يطلع التخطيط أساسا مو مالته فتأكد انه التخطيط مالت المريض وإذا ما تقدر تتأكد عيد التخطيط انت سويه حتى تشوف انه the same changes are present in this ECG or not هاي مهمة الشيء الثاني هاي الـ ECG abnormality هل هي within the normal range accepted or هي abnormal مثل ما قلنا قبل شوية الـ T wave إذا شفناها inverted in lead 3 الـ Q wave in lead 3 الـ ST elevation كـ high uptake الـ axis شوية رايح للـ right side هذه كلها أو inverted P wave in AVL
في الصبي اكو بي اس هذه كلها within normal can be accepted within the normal range. هاي step 2. step 1 تأكدنا التخطيط مالت المريض. step 2 شفنا شنو نوع الابنورماليتي. step 3 شرح اسوي what further investigation shall I do for the patient. ايش احتاج له هنا انا من اوصل الى مرحله اسال كارديولوجيست احاول الى تحليل ثاني فحص ثاني exercise test holter study whatever it is ممكن اسويه للمريض حتى اوصل الى نتيجه. هذه الستيبس لازم نمشي بيها بثقه من معلوماتنا وبهدوء وبدون إثارة فص والمريض مرعوب وأهله مرعوبين وكل الدنيا مرعوبة. زين. هنا أنا أكو list of some of the ECG pattern that can be accepted as normal in healthy patient and some that must be regarded with suspicion. شوفوا. Usually normal. Sinus arrhythmia قلنا عليها قبل شوية. Supraventricular extrasystole most of the time it's nothing. يعني الكلينيكال سيجنيفيكانس مالتها ما عندنا بي مشكله. انكومبليت رايت بندل برانش بلوك قلناها قبل شويه. ار اس ار برايم في 1 لكن لديوريشن اقل من 0.12 سكند. هاي تيك اوف مال اس تي سيجمنت اللي شفناها بالتشيس ليدز. كي ويف انفرشن او كي ويف بليد 3 بات نوت ان اي في اف ايضا can be accepted as normal. The T wave inversion in lead بال AVR وال V1 AVR هو كله negative V1 كلها هذه usually are normal and needs no further step. اذا شفنا اي وحده من هذه البارامتر اللي انا احكيها الان زين. Not necessarily indicative of heart disease. هذه الموجوده قد تعني اكو something in the heart وقد تعني لا اللي هي الفنتريكلر اكسترا سيستول. الاتريال خليناها يجولي بالنورمال اما الفنتريكلر اكسترا سيستول او البي في سيز قد تكون نورمال وقد تكون ابنورمال. رايت اور ليفت اكسس ديفيشن قد يكون نورمال وقد يكون ابنورمال. رايت بندل برانش بلوك التي ويف انفرشن ان ليد اذر ذان ليد 3 واي في ار ان في 1 مثلا تي انفرشن شفناها ان في 4 او في 5 او في 6 دور عليها. في بعض الاحيان نون سبيسيفيك تي ويف تشينج اس تي سيجمنت تشينجز ممكن يكون فلات تي ممكن يكون عندك هاي ابتيك هذا يوجوالي تنحسب حساب مايت بي نورمال ات مايت بي ابنورمال. اوكي هنا انا خلص البرزنتيشن الاول. اذا عندكم اي سؤال قبل ما نروح على البرزنتيشن الثاني. اي سؤال عندكم؟ نعم دكتور. اوكي. السؤال الاول دكتورة آمنة. بالارتيفاكت قلنا نطلب من المريض يحبس نفسه، هذا الشيء من نقول للمريض ممكن يسوي حتى ها صح لكن احنا الارتيفاكت مو كله جاي من النفس. تذكرين احنا عندنا وحده من الابنورمال او نوت جود كواليتي اي سي جي تشينجز انه يصير عندنا ووندرينج بيز لاين. النفس المريض من ياخذ نفس عميق وياخذ يعني ديب انسبيريشن اند ديب اكسبيريشن راح البيز لاين يصعد وينزل. هو مو ارتيفاكت بالحقيقه. احنا بس راح نقول له شويه وقف النفس مالتك الى ان نسوي برنت اللي ما يطول 3-4 ثواني فهذا ما ياثر على هواي الامور. واذا اثر فراح ينطيني ساينس اريثميا اللي بالحقيقه وي اكسبتد از نورمال اتس نوت ابنورمال. سؤال من دكتور عمار. كان وي يوز ذا جي بوينت تو ديفرنشيت بين ناينر هاي ابتيك استيس اليفيشن اند ستيمي. هو بالحقيقة دكتور هو أكيد بالستمي الجي بوينت عالية حتى هنا بالهاي تيك أوف الجي بوينت يعني it is the point of junction ما بين الاس تي سيجمنت وما بين التي ويف الاس تي سيجمنت والاس ويف يعني السيجمنت اند ذا ويف.
فهي في كل الأحوال حتى بالإكزامبل الثاني شوفتك إياها تبين عالية. الفرق الحقيقي مو هي الجي بوينت، الفرق الحقيقي symptoms مالت المريض، the clinical background of the patient. السؤال الثالث دكتورة فاطمة، دكتور وين ممكن نشوف البايفيزيك بي ويف؟ البايفيزيك بي ويف هي واحدة من manifestation مالت البي مايترالي، usually it's seen in V1, lead V1 أجي أشوف البي ويف upright and then negative، يعني بيها positive deflection and negative deflection. أروح على lead 2 أو lead 3 راح ألاقي بيفيد بي ويف، بيفيد بي ويف اللي هي البيفيد بي ويف اللي هي النشط بي ويف اللي هي البي مايترالي. دكتور أحمد، شنو الفرق بين الإكسترا سيستول وبين الإكتوبيك بيت؟ they are the same. الإكسترا سيستول هي بيت جاية إكسترا to the normal rhythm. الإسكيب بيت ده تجي لأنه الرhythm مدى يشتغل زين النورمال، فده تجي بيت بمكانها. هنا أنا انت تسألني شنو الكلينيكال سيجنيفيكانس مالت الموضوع؟ ما في كلينيكال سيجنيفيكانس، سواء انه كانت اكسترا سيستول او كانت اسكيب بيت، هو معناته ريذم ديستربنسز. اللي يهمني هذا الريذم ديستربنس ده يصير اكو بيهايند ات باثولوجيكال بروسس لازم اعالجها، هل هو بيكوز اوف اسكيميا، هارت فيلير، الكترولايت ديستربنسز، هايبرتنشن، وات ايفر ات از اور نوت، هل هي بها كلينيكال سيجنيفيكانس اور نوت؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني في هاي الحالة، هل لها دينجر على حياة المريض لازم أعالجها ولا لا؟ الإسكيب بيت الإكسترا سيستول هي إذا كنا أتريال راح بيها بي ويف، لكن قد يكون شكلها مختلف. الإسكيب بيت قد تكون من الأتريوم وشكلها مثل الإكسترا سيستول بالضبط، يعني نفس الشيء، أو قد تكون من الجنكشن، وإذا كانت من الجنكشن أي في جنكشن أو جوا راح تكون ماكو بي ويف نهائيا. هذا قد يكون إذا افتهمت سؤالك صحيح الفرق الوحيد بيناتهم. دكتورة مريم غسان تسأل when we should count QRS complex as neuro as the wide is more than 2.5 millimeter. دكتورة مريم ما افتهمت سؤالك، يعني when should we count QRS cos as narrow? QRS complex احنا من نقول narrow يعني normal، من نقصد narrow يعني normal، خلينا نقول اللي هو اقل من مربعين ونص صغار، اللي هو اقل من 0.1 second، هذا normal. من نقول narrow QRS complex we mean normal، يعني the normal QRS complex is narrow، هذا المقصود بالnarrow. Not it, يعني من نقول narrow مو معناته abnormal، it is the normal. يكون abnormal إذا عبر مربعين ونص صغار، بمعنى إذا عبر يعني 1.1 second. أوكي، أي سؤال آخر على يمك على الفيسبوك؟ لا دكتور. أوكي، نروح للبرزنتيشن الثاني الآن اللي هو اللي هو شنو ممكن انه نشوف بالتخطيط في بعض ال clinical او systemic diseases. What we are going, what are you expecting to see. طبعا هنا ال ECG changes يساعدني في تشخيص ال systemic disease او بال evaluation مالت severity of the systemic disease. اول حالة راح ناخذها هو ال pulmonary embolism. مثل ما تعرفون حضراتكم الـ pulmonary embolism is a very common problem and result from a thrombus developed in the either in the veins in the venous system either in the lower limbs يعني قد تكون below calf دائما بلوني نحسب أو قد تكون upper part of the lower limb اللي هي بالthigh أو even in the pelvic veins and then the manifestation هاي الـ thrombus اللي تتكون the venous system, it might dislodge and go through the inferior vena cava and then to the heart.
to the right atrium, to the right ventricle, and then to the lung. It may occlude a branch of the pulmonary vasculature of the lung, the venous side, sorry, arterial side, اللي راح تطلع بالpulmonary artery. المانيفستيشن تعتمد على عدة أمور، عدة متغيرات. أولاً السايز مالتيل ثرومبس اللي هي dislodged، يعني الإمبولوس اللي جاية صغيرة ولا كبيرة، هل هي single or multiple، والديوريشن مالتها. في كل الأحوال خلي أتخيل شنو اللي راح يصير إذا طلعت ثرومبس من الفين وراحت إلى الرايت أتريوم، نزلت إلى الرايت فنتركل and then went through the pulmonary artery to block one of the pulmonary artery, whether other large one or a small one. هذا ما راح يأثر على الRV إلا إذا كان حجم الثرومبس كبيرة بحيث تسد واحد of the main branches, right or left pulmonary artery, أو إذا كان multiple emboli, thromboembolism, طالعة من lower limbs وصاعدة وسادة بالpulmonary vasculature. بهيجي حالة pulmonary artery pressure will increase. لأنه انسدت pulmonary artery يضخ دم لكن أكو انسدادات، فالpressure راح يزيد inside the pulmonary artery. فهذا pulmonary artery من يصعد به the pressure will be reflected on the right ventricle. فأتوقع أن يصير changes بالright ventricle أو بالright atrium either because of multiple recurrent thromboembolism or because of a chronic process. يعني large إما multiple أو because of large thrombus sad either the main pulmonary artery or one of its main branches. إذا التغيرات اللي أتوقعها شنو؟ راح يصير عندي right sided pressure overload على right ventricle. فلو راح يصير عندي right ventricular strain أو راح يصير عندي right ventricular hypertrophy وقد ممكن يصير عندي right arterial enlargement. ليش؟ لأنه the pressure بالpulmonary artery راح يزيد because of recurrent thromboembolism أو large embolus sad one of the main branches أو sad the main pulmonary artery. فالتغييرات اللي أتوقعها simple. إذا تخيلت الميكانيزم الباثوفيزيولوجي مالت الكونديشن أقدر أعرف شنو الكلينيكال بريزنتيشن، أقدر أعرف what are the abnormal investigation I will get. فممكن تكون عندك dominant R in V1 اللي هي مات indicative right ventricular enlargement. بنفس الوقت ال V1 إلى V3 ممكن ST segment depression and T inversion وكأنما أكو عندي right ventricular hypertrophy. قد يصير عندي right bundle branch block وقد يصير Q wave and inverted T wave in lead 3. لذلك هذا يقولون عليه QT3. شنو معناته QT3؟ معناته اكو Q wave واكو T wave inversion in lead 3. هسه يقول الدكتور انت قبل شويه قلت لنا هذا ممكن can be accepted as normal. اي can be accepted as normal بالhealthy asymptomatic person. مو female post delivery جتي على غفله short of breath وبروجريسيف وبدأ يصير عندها هايبوتنشن وتجي تسوي تخطيط وتلقي هذا الموضوع. الكلينيكال هيستوري هنا يفرق تماما عن الكلينيكال هيستوري هنا. طبعا خلوا في بالكم mostly or most of the patient with pulmonary embolism من نسوي ECG it is normal. لكن اذا اكو abnormality هي هاي ممكن الابنورماليتي ممكن راح تكون one of these four or five points. But frequently or most patients have normal ECG apart from sinus tachycardia ما عندنا قد ما نشوف شيء بالاي سي جي. الكلاسيكال تيتشنج سابقا كانوا يقولون the most common the most frequent clinical presentation of a patient with pulmonary embolism is هي shortness of breath and tachypnea. With the most frequent physical signs بالمريض اللي عنده pulmonary embolism is sinus tachycardia. فالاي سي جي قد يطلع لي فقط sinus tachycardia. This will not exclude pulmonary embolism. لكن إذا كان عندي recurrent أو massive ممكن تكون عندي واحد من هاي changes اللي قدامكم. وإذا تشوفون هذا الـ ECG هذا الـ ECG إذا أجي أقرأ هو sinus BP wave و sinus tachycardia rate تقريبا 150
الاكسس بعد نورمال ما صاير سيفير بحيث الاكسس افتر رايت اكسس. الكيو ار اس كومبلكس از نورمال، اكو سمول كيو وتي انفرشن ان لي دي 3 موجود هنا وموجود تي انفرشن ان في 1 ان في 2 وحتى ان في 3 اللي هو قد تعني رايت فنتريكولار سترين. ف ان كونكلوجن بالبولماري امبوليزم we could have a normal ECG only sinus tachycardia. We may have Q3T3. We may have evidence of right ventricular hypertrophy and or strain. And we might have evidence of right axis deviation. It depends on the severity and the recurrence of the condition. هذا المريض نفسه هم يعني عنده recurrent pulmonary embolism. هذا اجى ورا فترة. لاحظوا هنا ايش صار عند هذا المريض. اولا الاكسس مالته صار رايت اكسس. اذا تشوفون ليد 1 نيجاتيف كلها بهالصفحه، صفحه اليسار، بينما هو كان باليمين الليد 1 النورمال او البوزيتيف سايد كلها صار نيجاتيف. الاي في اف كلها بوزيتيف جوا، ليد 1 كلها نيجاتيف. اذا راح يطلع الاكسس تقريبا هذا بلس 130 140. اذا هو رايت اكسس ديفيشن. اجي على البي 1 على الـ P lead 2 راح أشوفها P pulmonary peaked due to right atrial enlargement. Right axis deviation P pulmonary. R in V1 وأكو عندك strain pattern ST depression T inversion بالleads اللي هي فوق الـ right ventricle. إذن كلها indicative of right ventricular hypertrophy strain plus right atrial enlargement. هذا المريضة كانت عندها recurrent pulmonary embolism and with time the pulmonary artery pressure went up and then صار back pressure على the right ventricle فاجتني هذه ال ECG changes. خلوا في بالكم اخوان كل الحالات المرضية مثلا mitral stenosis, mitral regurg, heart failure, ischemic heart disease اكو بها spectrum of the illness. اكو mild واكو moderate واكو severe واكو acute واكو chronic. فالمريض اذا كان acute presentation ومايلد form قد يكون الـ ECG normal، يفرق عن المريض اللي هو chronic and severe form اللي يجي بـ frank abnormality مثل اللي تشوفوها هاي بالـ ECG. لازم يكون عندكم high index of suspicion في تشخيص الـ pulmonary embolism. كل مريض at risk, elderly patient, bedridden, post delivery, post surgery, post fracture. كلها إذا يجي المريض sudden shortness of breath وجيت عليه لقيت تاكيبنيا عن تاكيكارديا، خلي بالك هذا ليكون pulmonary embolism. لازم يكون عندك high index of suspicion حتى تكتشف الحالة. Now الكونديشن الثانية اللي راح ناخذها هي pericarditis. Inflammation of the pericardium قد تكون عدة أسباب لها: viral, bacterial, protozoal, mechanical, radiation, myocardial infarction, collagen disease. هو أكو أسباب للpericarditis. المهم من يصير عندي inflammation of the pericardium والclassical teaching بالphysical examination تجي تلقي pericardial rub اللي هو الصوت مالته كأنما ورقتين تحتك وحدة باللخ. Pericardial rub. ECG changes ممكن تكون بيها موجودة. ال ECG changes اللي تكون بالpericarditis ST elevation. سؤال immediately ليجي لعد أنا شلون أفرق المريض أبو pericarditis راح يجي عنده chest pain، المريض أبو الاستيمي هم عنده chest pain. هنا أنا خلي نفرق بين pericarditis and استيمي، يعني اثنيناتهم بيهم ST segment elevation، اثنيناتهم عندهم chest pain، اثنيناتهم might present acutely، اثنيناتهم عندهم ST segment elevation. الفروقات كما يلي: دائما ال ST segment elevation تكون concave upward تشوفوها مقعرة لفوق بالpericarditis. بالmyocardial infarction دائما not always دائما يعني قصدي most of the time not always تكون هي محدبة concave upward not convex sorry upward مو concave. بالpericarditis تكون concave، بالستيمي تكون convex محدبة upward. هذا واحد. اثنين
changes تكون بالمايوكارديال انفاركشن لوكالايزد الا اذا كان اكستنسيف، يعني قد يجي انفيرير، قد يجي انتيرير، انترولاترال، بوستيرير. نادرا ما، بس ممكن يصير، بس نادرا ما يجي فيري اكستنسيف، يعني تلقي اس تي اليفيشن كل الليدات من ليد 1 الى في 6. بينما بالبريكارديتس، لانه الانفلاميشن مال البريكارديوم it is a generalized process لكل البريكارديال ممبرين، لذلك التغيير يكون generalized. فإذا لقيت localized changes هذا mainly due to myocardial infarction، بينما بالبريكارديتس it is a generalized ST elevation مثل ما تشوفون بهذا ال ECG. أكو عندي ST elevation lead 1، أكو lead 2 AVL، وتبدي من V2 و V6 أكيد، V5 أكيد، V4 أكيد، V3 شوية، حتى V2 ما عدا V1. So it is a generalized process، بينما بالمايوكارديال انفاركشن it is a localized process. قلنا الـ shape of the convex or concave، الـ concave pericarditis، الـ convex myocardial infarction. بالـ pericarditis ماكو Q wave. من ألاقي Q wave بالـ ECG هذا يكون in favor أو it is a myocardial infarction أو STEMI. And then there is no reciprocal changes. ذكرون من عندي anterior قد يكون عكسها inferior، ومن يكون inferior قد يكون عكسها lateral. ماكو reciprocal changes بالـ pericarditis. هذه الـ ECG changes ممكن تفرق لي ما بين الـ acute pericarditis اللي بيها ST elevation عن الـ STEMI اللي همينه بـ ST elevation. هذا frequently، لكن هو الـ most common clinical condition هي ما STEMI. pericarditis هو أقل presentation من الـ STEMI. Now إذا البريكارديتس من سير انفلاميشن، في بعض الأحيان يتجمع فلويد ما بين the two layers of the pericardium، فاللي يسميه أني اسم pericardial effusion. هذا البريكارديال effusion إذا صار ماسيف، البريكارديال effusion إذا صار ماسيف بيجي حالة بالـ ECG تصير بها بعض التغيرات اللي يسميها electrical alternance. شنو معناتها electrical alternance؟ يعني تجيني QRS complex high amplitude وراها QRS complex smaller amplitude، والوراها high والوراها small، مثل ما تشوفون عندكم هنا. شوفوا قارنوا high amplitude QRS complex وراها أقل، high وراها أقل. هذه لأنه الهارت is beating inside a large bag of water، فيتقلص من يتقلص الحركة مالته ضمن this sack of water تنطي changeable electrical activity اللي هي تسجل as electrical alternance بالضبط. كأنما strong beat myocardium inside a big wall of fluid. نعم، هذه الصورة أنا مراويكم إياها سابقاً، واللي هي تراويكم الـ movement. هذا الـ heart is moving inside، هذا هو الـ pericardium، بتلاحظوا inflamed thick and shiny، وهذا هو الـ visceral pericardium. أكو عندي two layers of pericardium، أكو عندي الـ visceral والـ parietal، هذا الـ parietal وهذا الـ visceral. بيناتها fluid. تلاحظون the heart is moving in a big bag of water. ذلك electrically، يعني من electricity مالته، من أجي أسوي له ECG راح أشوف electrical alternance. أشوف electrical alternance اللي هنا موجودة. Okay. The chronic respiratory disease. The chronic respiratory disease، طبعا تعرفون اللنج بها خلينا نقول جزئين اساسيين، بها اللنج بارانكايما ريسبيرتوري اليمنت، وبها الفاسكولار اليمنت. والفاسكولار اليمنت هو فينس اند ارتيريال.
أخذنا بالarterial side قلنا multiple embolism. نفس الشيء أكو عندنا شوفوا هذه case history مع المريضة a young woman who had become progressively more breathless since birth of her baby 4 months previously. الآن هي ما عندها chest pain. ال ECG مالتها ذكروا هي صارت progressively more breathless قامت تتعب ونفسها ينقطع بأي جهد تسوي. من سوينا ECG شفنا T-wave inversion in V3 and V4. واحد ممكن يقول هذه إسكيميا، لكن the important point راح تشوفوها إنه ال T-wave is most prominent inverted in V1 and V2 and becomes less in V3 and V4. معناته إنه right ventricle قد تكون هذه T-wave inversion والST depression مال right ventricular strain. هل characteristic T-wave inversion due to right ventricular hypertrophy and strain? In this case, the T-wave inversion combined with right axis deviation combined with S in lead 1 and persistent S in V6, it might suggest right ventricular hypertrophy. مثل الكيس الأولى الكيس اللي شفتوها الأولى، يعني بالضبط كأنما هي هذا الـ ECG اللي أخذناه قبل شوية، اللي هي شفنا بها T inversion in V2, in V3 وحتى in V4. يعني هذه واحد ممكن دكتور ليش هاي مو anterolateral ischemia؟ ممكن، لكن الـ clinical background مريضة صغيرة ولدت ورا الولادة بدأ يصير عندها progressive shortness of breath and exercise intolerance. من أجي أشوف نعم هذا T inversion موجود، لكن موجود أيضا بعد من V1 إلى V4. أكو R in V1 يفرق الموضوع right ventricular hypertrophy. أكو عندي P pulmonary معناتها right arterial enlargement. أكو عندي right axis deviation هم معناتها right ventricular strain. فيغير الصورة الكلينيكال باكجراوند تتغير تماما من أشوف هذا ECG وأقرأ in the new line. Now هواي عندنا مرضى أو هواي عراقيين يدخنون smoking، وقسم آخر هواي عندهم أسمى أو عندهم chronic bronchitis. المصطلح اللي يستخدمه chronic obstructive pulmonary disease أو airway disease. هذول إيش يتميزون؟ أولاً lung أكو بيها resistance to the blood flow. ليش؟ لأن يصير fibrosis ويصير بيها emphysematous changes ويصير بيها obstruction، فأيضاً راح يصير فد back pressure على the pulmonary artery ويصير back pressure على right ventricle and then the right atrium. هذول المرضى اللي عندهم chronic obstructive airway disease راح يعني قد أسوي تخطيطه ألقى normal. It might be normal. لكن in severe conditions ممكن أشوف P pulmonary همينة because of right atrial enlargement. الأكسس من أحسبه أشوفه it is right axis deviation. ومن أجي على الـ R wave progression من V1 إلى V6 هم راح أشوفه poor. ليش هنا poor؟ لأنه الأكسس ده يفتر للright side والchest ده يصير be hyperinflated. فالheart يصير away from the chest wall. فالR wave ما تسجل بالamplitude الحقيقي مالتها. لذلك من أجي على ECG أشوف BP pulmonary. أشوف right axis deviation. وأشوف poor progression من V1 إلى V6 رأساً يجي بالي أنه هذا المريض قد يكون عنده chronic obstructive pulmonary disease اللي هو common problem موجود عندنا بالcommunity. Now هذا مثال آخر للمريض الكرونيك اوبستركتيف ايرواي ديزيز. هذا المريض رايت اكسس ديفيشن واضح موجود، رايت فنتريكولار سترين موجود ولو ماكو ار ويف، لكن اكو الانفيرتد بي ويف اللي موجوده بالرايت سايد، و بيرسيستنت اس ان ليد 6 ان V6 اند ان ليد 1 كلها تجي ويا right axis deviation. Aidan might be is a part of chronic obstructive
airway disease بالرغم من airway ما عنده ما صاير right ventricular hypertrophy واضح ونفس الوقت the poor progression of the airway من V1 إلى V6 همينة تعطيني clinical hint إنه هذا المريض عنده chronic obstructive airway disease بعض الأحيان إخوان المرضى اللي يصير عندهم subarachnoid hemorrhage أو حتى hemorrhagic stroke مو إلا subarachnoid hemorrhage ممكن يجيك المريض عنده deep T inversion من في بالchest leads خصوصا بالchest leads فممكن بالinsult to the brain whether it is a subarachnoid hemorrhage or whether it is a hemorrhagic stroke I might have deep T inversion in the chest leads هذه changes usually seen in those conditions. بعض البيتفولز اللي ممكن والأخطاء اللي ممكن نوقع بيها. إذا شفنا Q-Wave بليدي 3 بس مو IVF جوز يجيب بالنا إنه هذه myocardial infarction inferior لكن بالحقيقة it is a normal. فقل إن الميت يأخذ نفس عميق راح تروح لـ Q-Wave T inversion. ممكن التي ويف انفرشن اللي نشوفها بالفي 1 الى في 3 هذه من شفناها نقول قد يكون هذه اسكيميا او انتير انفاكشن بالحقيقه قلنا تي ويف من في 1 الى في 3 فاريبل ما نقدر نبني عليها تشخيص بينما التي 3 التي ويف من في 4 الى في 6 وبليد 1 وبليد 2 must be upright ما بيها انفرشن إذا المريض كان عنده left ventricular hypertrophy طبعا راح نشوف جزء من القصة اكو T wave inversion باللاترال ليد هذه we shouldn't confuse it with ischemic heart disease that is a part of left ventricular hypertrophy تذكرون من أخذنا قلنا هاي strain pattern بها ST segment depression و asymmetrical T wave inversion مو symmetrical asymmetrical T wave inversion نفس الشيء بالright ventricular hypertrophy راح نشوف tall R in lead 1 قد يجي بالنا ليكون هذا posterior myocardial infarction صاير دائما بس ال other changes اللي يصير بال posterior myocardial infarction إذا تذكرون المحاضرة أكو عندي إضافة إلى ال R wave أكو عندي ST depression وأكو عندي upright T wave اللي هي معاكسة تماما لل anterior infarction وورد باركنسون وايت ما لحق الوقت نحكي لكم عليه اللي هم هذا واحد من يسموه من البري اكزايتيشن سيندرومز اللي تكون بها شورت بي ار انترفل يعني البي ار انترفل نورمال قلنا عليها من 0.12 ثلاث مربعات صغار الى 0.2 الى خمس مربعات صغار اذا تكون اكثر من خمس مربعات صغار هذه راح يكون عندي فيرست ديجري هارت بلوك اذا يكون اقل من ثلاث مربعات صغار راح يكون عندي واحد من البري اكزايتيشن سيندروم واحد من البري اكزايتيشن سيندروم هو وولف باركنسون وايت هذا السيندروم شو يصير اكو اكسسوري باثوي تربط الاتريا بالفنتريكل لكن ما تفوت بالاي في نود لذلك المريض يصير عنده دلتا ويف فد ويف موجوده من نهايه البي وبدايه الار ويف هيك صاعد لي فوق نسميها دلتا ويف وهذا السيندروم نسميه بري اكزايتيشن سيندروم اوكي لهنا اني خلصت البرزنتيشن مالت اليوم اذا اكو اسئله ناخذها البرزنتيشن دكتوره نمارق العفو دكتوره رنين قبلها دكتورة سالي قبلها In this ECG where is the right bundle brand block pattern دكتورة يا ECG تقصدين دكتورة سالي إذا ممكن تكتبي لي كاتبت لي أنت In this ECG where is the right bundle branch block pattern Pulmonary embolism ECG أوكي خلي أرجع له
اذا هذا المقصود بهذا الاي سي جي دكتوره. احنا مو دائما كل تشينجز تكون موجوده, اتس نوت اولويز. يعني انت بالبلمونري امبوليزم يوجوالي المريض يكون عنده اي سي جي بس نورمال سينس تاكيكارديا, قد احصل واحد او اكثر من الاذر تشينجز. الواحد او اكثر من اذر تشينجز قد اشوف اكو عندي كيو 3 تي 3 مثل ما شفتوا هنا, Q3T3 مثل ما موجود. sinus tachycardia is the most common. QT ممكن ألاقي سوية sinus tachycardia بس Q3T3. ممكن أكثر بالchronic cases أروح أشوف RVH وأشوف إياها سترين وأشوف إياها right axis وأشوف إياها pulmonary. مو بالضرورة يكون عندي right bundle branch block. يعني إذا موجود يعزز الموضوع أكثر, بس إذا ما موجود it will not exclude, خصوصا بوجود مجموعة شواهد أخرى. فمو كل مريض عنده pulmonary embolism يطلع عندي right bundle branch block. ممكن يكون موجود ممكن ما موجود. حتى الاكسس بالمناسبة قد يكون الاكسس إذا كان الكيس mild أو moderate الاكسس ما مفتر, ما رايح صاير right axis deviation ولا واصل الآن إلى P pulmonary. It depend on the, ليش أنا قلت أكو two factor, the chronicity of the illness and the severity of the illness. كلما يكون more severe and more chronic كل هالبيكتشر تكون واضحة. إذا كان مالد وإذا كان أكيوت ما ألاقي أكثر شيء أكثر من السينس تاكيكارديا. أوكي دكتورة pulmonary embolism ورا دكتورة ساري خلي أشوف شنو كان ال Dr. Ranin, what is the right ventricular strain? What are the ECG findings specific for it? The right ventricular strain, Dr. طبعا right ventricular lead أنا أعرفها هي V1 و V2. بال right ventricular strain أكو عندي prominent R wave in V1 and V2 وبعضها حتى بعض الأحيان حتى V3. بس المهم V1 V2 أكو عندي R wave. السترين pattern هو ST segment depression anti inversion. هذا هو السترين right ventricular strain. من اشوف بس R wave اقول right ventricular hypertrophy. من يصير strain and tension on the wall of the right ventricle يصير عندي ST segment depression anti inversion بنفس الليدات اللي بها prominent R wave, يعني in V1 V2 probably V3. دكتورة نمارخ, الـ ECG مو قلنا بالبريكارد الإفيوجن الـ ECG واللو فولتج صحيح صحيح, لكن أني من أشوف electrical alternance, أشوف electrical alternance. يعني أني إذا عندي massive بريكارد إفيوجن يصير عندي low voltage. في بعض الأحيان أكو عندي electrical alternance هم indicative of massive pericardial effusion أو large pericardial effusion. بوينت مات صحيحة, بس ممكن ألاقي هاي ممكن ألاقي هاي. دكتور عبد الجبار, from ECG changes only is it possible to differentiate air from fat embolism? لا أكيد دكتور, إحنا اثنيناتهم it is embolism. إذا كان الفرق الكلينيكال هو لأنه الـ air embolism acute ومعروف الأسباب مالته, ما يجي chronic air embolism بينما عندي أكو chronic pulmonary embolism يعني thromboembolism. لكن بال ECG it doesn't change, doesn't no difference. In the first, دكتورة زهرة, in the first ECG of chronic obstructive airway disease the axis was normal or right axis deviation. أروح مرة ثانية على ال chronic obstructive airway disease لأنني يعذروني من دا أروح ليش اسمه ذا أقدر أشوف الأسئلة وأنا تكون من أروح شير للسكرين ما أشوف الأسئلة. The chronic obstructive airway disease. The chronic obstructive airway disease هذا ECG-ات واحدة اثنين هو الأول. إذا أخذنا بالأول نجي على الـ AVF. الـ AVF راح أشوفه تقريبا 8 مربعات بوزيتيف, اذا هي 8 مربعات لي جوا. الليد 1 مربع واحد صغير باتجاه البوزيتيف, ستيل ذا اكسس وذين ذا نورمال رينج, ما صاير عندي رايت اكسس ديفيشن كلش واضح. اتستورد رايت سايد, يعني الليد 1 صح حقش تحكين انت
من نحسب حساب عادي نقول هذا الاكسس بعده بالنورمال رينج، لكن هو كلش قريب على الاي في اف، هو كل الاي في اف هو البوزيتيف والليد 1 شويه بي بوزيتيف، فيعني الاكسس يطلع هنا 80 85 80 كلش قريب على 90. يعني حقك قد ما نقول رايت اكسس ديفيشن، نقول توورد ذا رايت رايت سايد توورد رايت اكسس نوت رايت اكسس ديفيشن. يو ار رايت. اوكي. اكو اي سؤال بعد؟ نعم دكتور. اكو سؤال ثاني عندك؟ نعم دكتور. دكتور اكو لوكالايز بريكارديتس مو جنراليزد، وهذا شلون ميزة عن الام اي؟ لا لا لا. هل الانزيم تسعى للبريكارديتس ام لا؟ البريكارديتس it is a generalized process. Inflammation, inflammation of the pericardium. ما تجي localized area نائما. لذلك هذا واحد من الفروقات المهمة ما بالاي سي جي تشينجز ما بين البريكارديتس والمايوكارديال انفاركشن. البريكارديتس it is a generalized process. المايوكارديال انفاركشن it could be most of the time localized but it might be extensive. لكن البرنسبل البريكارديتس is not a localized process. نعم دكتور. ventricular big money شنو التريتمنت مالته؟ ventricular what؟ big money بايجمني. بايجمني؟ نعم. الventricular بايجمني، كوادريجمني، تريجمني ما تعني شيء، هي تسميه للوصف. يعني احنا تجي نورمال بيت واكتوبيك بيت، نورمال بيت اكتوبيك بيت. هذا فريكوينت اكتوبيك، اولا اروح للهيستوري مالت المريض، ايش يعاني المريض؟ شنو الريسك فاكتور اللي عنده؟ هايبرتنشن، دايابيتس، سموكينج، الكترولايت ديستربنسز، ادور على الكوز مالته. وراها اذا كان الاكزامينيشن نورمال وكان الايكوكارديوغرافي نورمال، اذا هذه الكتريكال ديستربنس اوف ذا ريذم، انتي انتي اريثميك، ممكن انتي بيتا بلوكر، ممكن اذر كلاس 1 سي دراجز. ات ديبند اون ذا، هنا راح يكون سيمتوماتيك تريتمنت، يعني بس دعاج السيمتومز، لان ما لقيت باثولوجي. اما اذا لقيت ديزيز اي هاف تو مانج ذا ديزيز اتسلف. هنا بايجمني، فينتريكولار بايجمني، يعني نورمال بيت وراها اكتوبيك، نورمال بيت وراها اكتوبيك. بعد